وشو؟ وجهك وجهك والله العظيم. الله يسعدكم على المشاعر. يعني ما عاد يقول اتعب على الطيب ترى رفقته عز. يا سلام. اتعب على الطيب ترى رفقته عز ولا الرديء ما فاد نفسه في ايدك. يا سلام. الصاحب اللي لامح جيتك فز هذا الرفيق اللي تعدى حضيضك شر الحاضرين. ونعم ونعم. وجهك يعني يبكيك. الله يعطيكم العافية يا ربي. من عين شيء يستاهل. والله يستاهل. ابو مساعد قبلته هنا. كل هواء. مساعد ايه جبلته. كل هواء. انت عكست الدنيا. كل هواء. كل هواء. كل هواء. كل هواء. اللي يجي. يستاهل. كل هواء. يستاهل. والله تستاهل يا ابو مساعد. والله اللي يستاهل. هو كم طالب. هو الفيلم. ليش كان؟ ليش؟ طلاب حلقات كان. اي والله. ايه. دخوليه لا لا انا سم اي والله مش الله هلا يا عيال خلونا نجلس هنا ابرك لا لا عليه انه قمنا انت ركز هنا ياك الظاهر طاغي نشهد يلا رحنا يلا شين اخ 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 لونا يلا ابدا بعيد عن المقسوم وانا قول صح ويقنع العبد المقسوم الابداع والصوت والذرابط والسوالف الزينة والقبال الزين والنية الطيبة والقلب الابيض عندك ابو ذكر كله يعني ما عاد مثل الله لا شهادتنا افتخر بيها اي والله اني اقولها صادق جعلنا وياكم المقبولين عند الله عند خلقه اللهم الله لك يقول تبغى الكلام اللي قلت الكلام اسمع وخلى الناس تسمعكم بليل خلق ربي لانهم ما تتسامر وخلقكم انتم معي المايك طافي جعلني مبكيك المايك طافي يا مرحبا يا مرحبا والله نعيد والله نعيد اللي مستعدين اللي تبوه مستعدين انا صوتي تعبان والله معكم ما شاء الله معكم واحد من هناك الحمد لله الله وين 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 تكلم 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 لا اسمع نون عيني يا زنونا طيب يا شباب زي ما قلت لكم نبغى نلعب تحدي خفيف اقربوا يا شباب من الربع فريقين و اقربوا عشان يشتغل معك شله من هنا وشله من عندك توكلنا على الله يلا روح هنا تعالوا هنا احمد باخذ احمد من عندكم عندكم عندك سلطان عند راجل لا 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 عندك ما اقدر ما اقدر والله صدق ويكفيني طال عمرك معي يشتغل مايك خلاص اذا كنت كل عمرك والله انا اقول وانا اكبر
طهنا. هي بيتين ولا بيت واحد؟ لا تزوج. ما نزوج يلا. الصوت عندك علماء. وش العلم؟ ابدا اضرها غير هجر وارجع. وش العلم؟ اسلم. طلع علي بيت الحامد بن سمعة. يقول تبغى الكلام اللي قلط الكلام. اسمع وخلي الناس تسمع كومبليت. خلك ربي للمهمات الحسام وانا خلك تمجدك ما معيت. وجهك طول عمرك وقصيد تنجزله طول عمرك ويناقلها جزل واللي قال عزلها جزل. الله يرحم والديك وتستاهل كل عليك والله زوج يطول عمرك يسعد كل شكر على المشاعر الطيبه ومن لا يشكر الله لا يشكر الناس. فوزك فوزنا من طيب راسك يعني ما عدا ربي تسعد يسعدك وانا اهديك هذا الفوز يعني ما عدا الله يسعدك ويحفظك يا رب يا كريم. نرجع للسوالف. سوالف هي تحدي نبغى لا ايش في شيء اكشن عندك ابدي يلا اجلس اجلس اجلس. تبدون ولا نبدا؟ سلطان ابدا اي شيء. لا عند سلطان. بيت واحد. اوه عم شاعر. لا يا فيصل ما تساعده. بيت واحد. علم افكار عطني لا 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 مغرغني عطني عطني الشطر الاول. عطني الشطر الاول اني بخلص عطني الثاني. ما معي الها. وشو؟ قم هناك. انا احبكم. الكفولة في هاتفي عشان يصير في توازن بين الفريقين. فريقين هي. لا فريقين هي محاورة. والله محاورة. اتسيكم بالشاهد. يلا تفضل. تبين اجلس حبتك من شديد الحين تبون محاوره ولا شيء؟ لا لا يعطونكم شاي. لا لا الشاي مو بنجاح. لا خلاص تبدا ولا لا؟ بيرك ساعه خلنا نبدا. يلا بتبدا ولا نمشي يا ولد؟ يلا روح نفسك يلا عد بجيك خلنا نفكر. الله يطول عمرك. ارفع الصوت يا احمد. هذه اشلع ابشر قلتها يا قلتها زان. يقولون مال العبد بالدين عن المقسوم وانا اقول صح ويقنع العبد مقسومه عسى الله يعين اللي توافد عليه هموم هموم انت خلي طابلة الراس منجومة. نبدأ شوف انا مكرر البيت. هيه الكفولة في هاتفي اسم رقم الكفولة في هاتفي اسم رقم ولا شمال رقم ذي مبايله اليافع عن الطيب رفرف يا علم هذه وقعته وذي دلايله هذه وقعته وذي دلايله الكفولة في هاتفي اسم رقم ولا شمال رقم ذي مبايله ولا شمالي رقم في مضايله اليا فعلنا الطيب رفرف يا عالم هذي وقعه هذي وقعه تريد دلائله ما قصر عزك تكمل حرف الهاء حرف الهاء تبدون بحرف الهاء. لا لا نبدا باي شيء ابدا باي شيء ابدا يلا بالمره اي شيء البيت اللي بعده نفس الحرف يلا يا ابو عمر ايه من ذا الحين ترى اخر حرف نقوله يلا مو باي بيت لا 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 اخر حرف يا رجال اي شيء ولا تبغى نخليها كذا بدون اخر حرف لا لا خليها عسره زينه ما عليك يبدا هذه نهديها هيا 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 واحد طيب دقيقه هذه نهديها للفريق الخصم ونهديها للجمهور يلا يا جماعة كيف ما فيكم حماية كيف صيح الضحى ما تسمعونه من يعاوني على ربع هنية من بعد
راجل ما تهيه السوية كود من عضن واجد في سنونه إن بغيت الشح درب الطيب عيب حال في المرد نفسي للمهونة من منقلت الحكاية كان باب الرزق منهم يقطعونه من الحوم الدانية شفت الجفية من بغادر بالشكالة يبهتونا يبهتونا وجهك يستاهل والله يستاهل والله يستاهل حرف الهاء يلا حرف الهاء حرف الهاء يا رجال والله لا تطول وش بيتين ثلاثة بيوت عندك ارفع يلا ما وش هلا يا هذولي 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 انا باديها وش الها هلا ايه هذا هنا هنا يا الربع اصبر 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 هنا نقطه هنا نقطه وهنا صفر طيب ابدا بحرف الهاء هنا خلاص خلاص يلا وش ها هذه وش زوم يا ابراهيم العوار لو غد انك لا تطول شفت خربوا علينا شوف الرجال شوف الرجال ها هذا حرف الهاء خلاص يلا خلي يلا ابدأ عندك ها ولا خلي ابراهيم يروح واحد يلا هجرت احبتي طوعا لاني وضعت كرامتي فوق اشتياقي نعم اشتاق لاصحابي ولكن وضعت كرامتي فوق اشتياقي وارغب وصلهم دوما ولكن طريق الذل لا